السلام عليكم مشاهدينا الافاضل، ارحب بكم في حلقه جديده من برنامج الحدث الاسبوعي والذي نجول فيه عبر بعض الدول المغاربيه. ولنبدا كعادتنا بالجزائر، حيث شغلت تصريحات الامين العام لجبهه التحرير الوطني الساحه السياسيه الايام الاخيره، بالاضافه للترقب الشديد الذي ما زال يصاحب الاحزاب ومختلف السياسيين الذين يهمهم ملف الرئاسيات عموما، وبالخصوص ما اذا سيترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقه للانتخابات المقبله ام لا. مشاهدينا الكرام، ارحب بانضمام الاستاذ كريم طابو الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي. استاذ كريم، هل فعلا هذه التصريحات المنسوبه لعمار سعداني اخلطت الاوراق فعلا في الساحه السياسيه؟ والله يعني ما تقدم به عمار سعداني دليل بان الدور الأول للانتخابات الرئاسية بدأ، لأن المعروف في الجزائر هو أن الانتخابات تجرى بدورين. الدور الأول هو تصويت لصنع القرار ولمختلف زمر السلطة، والدور الثاني هو في 17 أبريل، محدد 17 أبريل، هي المسرحية والكرنفال. إذن هذه التصريحات يعني تصب في، للأسف فقدنا كريم طابو الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، وأرجو من الإخوة إعادة الاتصال به. مشاهدينا الكرام، أرحب في الاستوديو هنا انضمام الأستاذ الطيب غلوفي، مختص في الشؤون المغاربية. أهلا وسهلا بك أستاذ طيب. مرحبا. كيف تلقيت هذه التصريحات وأنت متابع لشؤون الدول المغاربية والجزائر، خصيصا هذه التصريحات التي أقامت الدنيا ولم تقعدها بخصوص هذه التصويبات والسهام التي وجهت لجهاز المخابرات، ويقال أن هذا الجهاز من أكبر أجهزة الأمن في الجزائر؟ هو الحقيقة هذه التصريحات المفاجئة فاجأت النخبة السياسية الجزائرية كلها، وتقريبا أحدثت زلزالا في الساحة السياسية الجزائرية. الآن إذا صحنا أن نحاول أن نفصل من هذه التصريحات، نقول أنه أولا سعداني أو سعداني عنده أعداء كثر في جبهة التحرير كما في الطبقة السياسية الجزائرية. نعم. وهو لا يعتبر أنه أخذ قيادة جبهة التحرير الوطني بعملية بعضهم يصفها بالانقلابية ضد الأمين العام عبد العزيز بن خادم. إذن عنده أعداء كثر في داخل جبهة التحرير، جبهات وفي خارجها. ولكن أيضا حتى نوازن، نقول أنه الجنرال توفيق رئيس المخابرات أيضا عنده ليس فقط أعداء كثر، ولكن رئيس المخابرات تقريبا الأحزاب السياسية، جمعيات المجتمع الأهلي في الجزائر، الإعلام المقروء والمسموع والمشاهد، كل هؤلاء يعني يحسون بوطأة هذا الجهاز في الجزائر. هذا الجهاز المفروض يهتم بالمسائل الأمنية فقط، أصبح يتدخل في صياغة المشهد السياسي الجزائري. طبعا السكوت استمر، صح التعبير، عقودا، استمر مدة طويلة، ولكن ربما سعيداني أراد أن يستغل شعورا عاما عند كثير من الفاعلين السياسيين أنا للمجتمع السياسي والأهلي في الجزائر أن يتصرف بحرية وألا يكون محكوم من خلف ستار. لذلك جاءت هذه التصريحات مثل قنبلة، لأنه تجرأ سعداني أولا على مثل هذا الكلام الذي يقال في الجزائر في الكواليس، ولكن أخرجه إلى العلن. أخرجه إلى العلن، ولكن أيضا طبعا هو جاء في صياغ الحملة الانتخابية الرئاسية. طيب، وهو كذلك سأعود إليك أستاذ طيب. عاد إلينا من جديد كريم طابو الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، أجدد الترحيب بك أستاذ كريم، وأترك لك المجال لتكملة الجواب، تفضل. مساء الخير. أنا كنت أقول بأن نحن في الدور الأول للانتخابات الرئاسية. العادة في الجزائر هو أن الانتخابات الرئاسية تجرى بدورين. الدور الأول هو تصويت لمختلف زمر السلطة، والدور الثاني هو الكرنفال الذي سيحدث الـ 17 أبريل. اليوم عمار سعداني كي يعني يشبه، حكايته تشبه التلميذ الذي أحرق المدرسة. فالمسؤولية هي على الأب، على التلميذ، على المعلم وعلى المدير، ولكن كل هذه المسؤولية هي داخل السلطة. إذن أكبر إخفاق للدولة الجزائرية وللسلطة الجزائرية وللتوجه السياسي للسلطة الجزائرية هو وصول
عمار السعيداني إلى أعلى هرم السلطة. كيف وصل عمار السعيداني رئيس أصبح رئيس البرلمان؟ كيف وصل عمار السعيداني أمين عام لجبهة التحرير الوطني؟ أنا أظن بأن وصوله إلى هذه المناصب هي نتيجة اتفاقات، نتيجة عمل بين مختلف الأجنحة السلطة. إذن اليوم هناك صراع بين مختلف هذه الأجنحة، ولكن هناك عوامل التشابه وعوامل تضامن بين كل هذه الأجنحة. العامل الأول هو أن الانتخابات التي ستجرى الأبريل القادم، الشعب ليس هو الذي يقرر شكون يكون رئيس الجمهورية. ربما هذه المعركة سيربحها طرف على طرف أو طرف على حساب طرف آخر، ولكن في آخر المطاف الجزائر تخسر، والشعب الجزائري لم يعني تكن له القوة ولم تعطى له الفرصة أن يحدد وأن يختار بحريته رئيس الجمهورية. إذن بغض النظر عن من يساند سعيداني وعن من يساند توفيق، اليوم الأزمة حقيقية. أنا أتمنى شخصيا أن هذه الإعلانات تؤدي بالنخبة السياسية، بالأحزاب السياسية، بالسلطة، بالمثقفين إلى إجراء يعني نقاش جاد، نقاش حقيقي للذهاب نهائيا إلى بناء دولة المؤسسات، لنخرج نهائيا من دولة العصابات، من دولة الأشخاص، من دولة الأجهزة التي يعني استولت واستحوذت كل العمل السياسي. أنا أظن بأن ما يحدث اليوم هو نتيجة خيار سياسي منذ 1991. طيب. يا أخي عثمان، 1991 النظام الجزائري اختار المنهج الأمني، اختار يعني تقوية الأجهزة الأمنية على حساب المجتمع المدني، على حساب الجامعة، على حساب النخبة، على حساب الأحزاب السياسية. اليوم العصابات أقوى من الأحزاب. طيب أستاذ كريم، ومن المجتمع المدني. طيب أستاذ كريم، وهذا ما وقف عليه الرجل حتى ننصفه وهو غائب، لا يمكنه الرد على ما أثرته حوله، لماذا لا نقول بأن الرجل تجرأ ولم يتجرأ قبله من أطلق هذه التصريحات وقال بأن المخابرات يدها ممدودة لتقسيم الأحزاب، لتفتيتها، لإشغالها ببعضها بعضا، لماذا لا نقول إن الرجل فعلا كان كلامه تجاه جهاز المخابرات لأنه ذاق ضرعا بهذا التدخل الكثير والكبير في حزبه من أجل تفتيته، وهو يعاني فعلا من جهة يريد عهدة رابعة، ومن جهة أخرى هنالك جبهة فتحت كما يقول هو، فتحت من قبل هؤلاء المحافظين في مختلف الولايات يريدون الإطاحة به، وهو لا يريد جهاز المخابرات، بل تمادى في ذكر الكثير من الاتهامات ربما أنت قرأت عليها في الجرائد. ولكن كل هذا قبل سنوات، وكانت المعارضة تطلب فتح لجان تحقيق دولية، فتح ملف المفقودين، فتح ملف التزوير، فتح ملف الفساد. فكانت هذه الأشخاص وهذه الجمعيات وهذه الزمر يعني قد راحت الى 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 تهمه المعارضه بالخيانه، سواء عمار سعيداني او جبهه التحرير او المخابرات او يعني الاطراف القريبه للسلطه. اليوم هذه المعلومات كانت في حوزه المعارضه، والمعارضه يعني طلبت بفتح تحقيقات حول هذه المواضيع. اذا عمار سعيداني في الظرف الحالي لم يقدم هذا الإعلان لفتح نقاش جاد لمصلحة الجزائر، بل إعلانات عمار سعيداني وبعض الأجوبة التي أعطيت في الصحافة، أنا والله عندما أقرأ الصحافة الجزائرية أرى بأن العدد الكبير من الصحفيين يتعاطفون مع رئيس المخابرات، والبعض يتعاطف مع سعيداني. المسألة ليست في تعاطف مع توفيق أو سعيداني، المسألة هل اليوم النخبة السياسية على استعداد وعلى فهم الأزمة للذهاب نهائيا إلى يعني القيام بثورة فكرية، بثورة سياسية لتغيير هذا الواقع. المشكلة اليوم ليس بين الاختيار هل نحن مع سعيداني أو نحن مع توفيق، نحن لازم نكون من أجل بناء دولة ديمقراطية يكون فيها القواعد اللعبة هي القانون،
وكل واحد يعني يكون في صلاحيته الدستورية. طيب أستاذ كريم، هو أن الأجهزة الأمنية بكل أطيافها، البوليس السياسي موجود، وفي بعض الأحيان حتى الناس التي تتقدم بهذه الإعلانات لربما تكون يعني في إطار ما تقوم به البوليس السياسي. إذن في ظل هذا الغموض وهذه الصراعات، أنا أقول لك يا سي عثمان أن الجزائري البسيط والمجتمع الجزائري حتى هذه الساعة لم يتحصل على حرية وعلى حق وعلى القوة السياسية اللي تسمح له باختيار بكل حرية رئيس الجمهورية. يعني للأسف رئيس الجمهورية القادم سواء تكون العهدة الرابعة، أنا لا أسمي بعهدة الرابعة، نحن في عهدة واحدة منذ 1962، وهي يعني امتداد للعهدة الواحدة للسلطة. هل اليوم نحن في استعداد للذهاب لأول مرة إلى عهدة الشعب؟ لا، أنا أقول لك بأن الظروف والصراعات والقوى الموجودة اليوم لن تسمح بالذهاب إلى يعني العهدة الأولى للشعب الجزائري. طيب أستاذ كريم، هناك مثل إنجليزي يقول تأتي متأخرا أحسن مما لا تأتي إطلاقا، هذا ما ينطبق على عمار سعداني ربما، لكن لا علينا. ماذا عن رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة؟ لماذا يلزم صمت القبور كما يصفونه اليوم؟ منذ شهور لم يتحدث الشعب الجزائري، وهو يرى الآن التصريحات والتصريحات المضادة، بالإضافة إلى ذلك هو رئيس شرفي لهذا الحزب العتيد، هكذا يسمونه في الجزائر، مع ذلك ما زال يلزم الصمت. 32 حزبا اجتمعوا في لقاء ما وقالوا نحن مع عهدة رابعة، نحن مع ترشيح سيد رئيس الجمهورية، ومع ذلك هو لم يجيبهم بعد ما إذا سيترشح أم لا. إذن لماذا في رأيك أنت كريم طابو هذا الرجل لم يتحدث بعده حتى يصل هذا النزاع القائم الآن في الساحة السياسية؟ يا أخي عثمان، أنا أعطيك مثال. في 99 عندما تم تنصيب اللجنة الوطنية لإشراف على الانتخابات الرئاسية، قيل للجزائريين بأن لأول مرة يشرف على هذه الهيئة قاضي معروف على مستوى لاكور لاهاي، على مستوى لاهاي، أيوة، وهو محمد بجاوي. أيوة. بعدما انتهت الانتخابات بانسحاب 6 مرشحين، كل أطراف السلطة كانت متضامنة مع بوتفليقة، والكل يعلم بأن يعني هذه الانتخابات في 99 خرجت حتى من إطار العلوم السياسية. كيف يعني تقام انتخابات بعدما انسحب 6 مرشحين ويبقى المرشح الوحيد ويهدد في يوم الانتخابات، يهدد الدولة الجزائرية قائلا لو لم أتحصل على نسبة معينة من المشاركة سأرجع إلى الدار، إلى بيتي. فذهبت كل مصالح الدولة، كل يعني أطراف الدولة تجري لإعطاء هذه الفرصة. بعد هذه المرحلة بوتفليقة على رأس الدولة منذ 15 سنة، ولم نرى أجهزة قد يعني أقيمت بعض الأمور ودارت بعض القوانين، وقام بوتفليقة بأمور كانت خطيرة على الدولة الجزائرية، ولكن كل هذه الأطراف كانت ساكتة. إذن اليوم عندما تخرج هذه الإعلانات، أنا لا أظن أن هذه الإعلانات تصب في مصلحة الجزائر، ربما تساعد على فتح النقاش، ربما تساعد على البحث عن الحلول وعلى فهم الأزمات، ولكن لا تصب في مشاغل الشعب، ولا تبحث على أمور الشعب، هي أزمة وصراعات داخلية للسلطة. طيب أستاذ كريم، سؤال أخير. طالما هؤلاء هدفهم واضح، يريدون عهدة رابعة مهما كانت الظروف والأحوال، حتى وإن كان الرجل عاجزا فهم يريدونه رئيس للمرحلة المقبلة، ماذا عن التيار الديمقراطي وأنتم جزء لا يتجزأ منه؟ ماذا أنتم فاعلون تجاه هذه الانتخابات؟ هل ستدخلونها؟ هل ستنضمون لأحزاب أخرى؟ هل لديكم مرشح توافقي مثل ما تسعى إليه بعض الأحزاب؟ ما هو موقفكم أنتم من هذه المسألة جميعا؟ أولا في هذا الظرف الذي له القوة السياسية لتعيين رئيس الجمهورية هو النظام، الكل يعلم بأن الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وخاصة نحن على أبواب الانتخابات، يعني ما زال شهرين على الانتخابات الرئاسية، والحقل السياسي يعني البيئة السياسية مغلقة تماما. ولكن عندما نطرح السؤال على الذين يريدون فرض العهد الرابعة من جهة،
والذين بين قوسين يعني يعارضون العهد الرابعة، يعارضون العهد الرابعة لأي عهدة؟ هل عهدة الشعب؟ لا، أنا أقول لك لا، بل هي عهدة ربما تكون عهدة النظام، نفس النظام بأشخاص آخرين. إذا المشكلة اليوم للمعارضة هل تقبل الدخول في المصالح السياسية التي يروجها النظام والتي يقوم بها النظام للخيار بين مختلف الأشخاص داخل نفس السلطة، أو الخروج نهائيا من هذه السلطة والعمل في المجتمع وتهيئة الأجواء لتغيير سياسي حقيقي. أنا أظن بأن النخبة السياسية المعارضين الذين يريدون الأحسن للجزائر واجب عليهم العمل ثم العمل ثم العمل ثم العمل لجعل بهذه البلاد بلاد تتفتح، تبني أسس حقيقية وتذهب يعني تدريجيا إلى الديمقراطية، وتفرض يعني موازين قوة أين المجتمع يعني تصبح له القوة السياسية الفاعلة ويفرض يعني خياراته على السلطة الخبيثة والسلطة القبيحة. كريم طابو الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، جزيل الشكر لك، كنت معنا من الجزائر العاصمة. أعود إليك أستاذ طيب غلوفي المختص الشؤون المغاربية، ماذا عن طيار الموالاة رغم كل ما يقال عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شفاه الله بأنه مريض وعاجز ويتحرك عبر كرسي، ولكن مع ذلك هم ما زالوا متمسكين به رئيس المرحلة المقبلة، ماذا يعني هذا الإصرار؟ هو لسبب بسيط، تقريبا الرجل يعني مريض جدا، غير قادر فعلا على تسيير شؤون الدولة، ولكن لماذا يجعلهم يقفون خلفه؟ لسبب بسيط، هؤلاء عندهم جزء من الكعكة، جزء من السلطة، والسلطة لا يرونها تتوفر عندهم إلا خلف اسم وشخص الرئيس بوتفليقة، عمر غول، عمر بن يونس، جبهة التحرير الوطني، حزب العمال، كل هذه الكتلة من الأحزاب المجموعة الكبيرة، هذه جزء شريك في السلطة، شريك في الغنيمة إن صح التعبير، ولذلك يريدون. طيب ألم تكفي هذه الهزات الكثيرة طيلة فترته الآن حوالي 15 سنة أمضاها في الحكم، فساد وراء فساد، أخطبوط من الفساد في شتى القطاعات، ورغم ذلك ما زالوا مصرين على أن يكون عبد العزيز بوتفليقة رئيسا؟ هو الحقيقة في الجزائر حتى يعني نفهم الصيغة ثم كتلتين طبعا. أيوة. الكتلة الآن التي تريد أن تقول إنه الرئيس أصبح عاجزا وثم فساد كبير من حوله ويجب أن يرحل ويقع تغيير طبعا في إطار النظام من داخله كما كان يحكي كريم طابو، وطبعا الكتلة التي تقف وراء الرئيس بوتفليقة من رجال أعمال، من منتفذين في الإدارة، من أحزاب كما قلت لك، هذه الكتلة أيضا تريد للرئيس بوتفليقة أن يبقى، ويبدو أنه كانت سابقا هذه المعركة بين الكتلتين تقريبا حامية الوطيس تحت الستار. أيضا لا يجب أن ننسى أنه في الجزائر ثمة أحزاب أخرى ليست محسوبة لا على هذه وعلى تلك، تريد مثل صوت كريم طابو. أيوة. تريد أن يقع التغيير من خارج. صحيح. النظام، من خارج المؤسسة السياسية، من خارج السيستم. لا يؤمن بالانتخابات حلا طبعا. نعم. ولذلك الآن هذه الأحزاب التي تسمي نفسها موالات ما زالت تطلب من الرئيس أن يخرج، بعضهم كتب له رسائل قال ولم يرد، قالوا له نريدك أن تخاطب الشعب الآن، نريدك أن تقول له أنا مترشح لهذه الانتخابات. الرئيس طبعا لم يرد، سواء كان عاجزا أو مريضا أو ينتظر اللحظة الأخيرة المناسبة مثل الذين ينتظرون حتى يأتي فجأة يعني ويهل عليهم. على كل حال في جميع الحالات يجب أن نعرف أنه الصراع داخل الأجهزة الآن أصبح على السطح، طبعا هذا يهدد النظام، لا نقول يهدد الجزائر، هو يهدد النظام، يهدد الكتلة التي كانت تحكم متماسكة تتبادل الأدوار الآن أصبحت مختلفة. لا ننسى التاريخ القريب أنه الرئيس بوتفليقة أبعد تقريبا العضد الأيمن والأيسر للجنرال توفيق، أبعدهم وبعض المصالح التي كانت تابعة للمخابرات ألحقها بوزارة الدفاع بالقائد صالح. إذن كان كثير من المحللين قالوا لم يبقى للرئيس بوتفليقة بعد أن قطع أجنحة الجنرال توفيق إلا أن يقيله. الحديث أمس في الخبر كما قرأت أخي عثمان أنه ربما سيقع الالتجاء إلى الفصل 20 في حالتهم للتقاعد مع مجموعة من الأسماء الكبيرة الأخرى. على كل حال برغم ولكن هذا زال الرؤساء رئيس وراء رئيس ولم يزول هؤلاء. ما تعرف كيف هو قيل أنه كان يسمون الجنرال توفيق بصانع الملوك،
يعني الجهاز الذي كان تقريبا يصنع الرؤساء الآن يبدو أنه مثل ذلك فرانكشتاين، يعني صنع رئيسا، هذا الرئيس سيزيح. على كل حال في جميع الحالات، في جميع الحالات أعتقد أنه هذا الذي يجري، طبعا ربما عند بعض السياسيين في الجزائر يقولون هذا أمر خطير، هذا يهدد السلم في الجزائر. طيب معلش أنا أعود إلى سعداني. هو سعداني دعا إلى مدننة الساعة السياسية، قال لابد من مدنيين يسيرون السلطة في الجزائر. إلى متى والجزائر تعاني من القبضة الحديدية العسكرية؟ ألم تحن بعد عودة العسكر إلى الثكنات؟ هذا جميل، هذا كلام جميل قال. طبعا هذا لماذا جميل. لماذا تصب عليه مختلف السهام والاتهام؟ أنا أقول لك لماذا. هو سعداني قال هذا الكلام لا أعتقد أنه بنية التوجه الإصلاحي، هو قاله في إطار الصراع مع كتلة التوفيق. صحيح، هو قاله، ولكن أعتقد على النخبة السياسية الجزائرية أن تهتم بالكلام ولا تلتفت إلى قائله، لأنه الحق ليس يعني لا نعرف الحق بالرجال ولا نعرف الحق بالحق، هذا دائما. ولكن أعتقد أنه السياحة السياسية الجزائرية الآن في حاجة فعلا أن تتحرر من قبضة النظام، أن تتحرر، تصبح الأحزاب تعبيرة عن الميزان الشعبي في الجزائر. لا يصبح الحزب نراه يتشكل ثم فجأة يتشقق، ثم الشق يعود ويتشقق من جديد. ثم تذرر، هذا أخر في التطور السياسي في الجزائر، تذرر الأحزاب، الجمعيات الأهلية، النقابات. تصبح الدولة تتدخل في الإعلام وتتدخل في النقابات وفي الأحزاب. يصبح وقتها الجزائري ماذا يفعل؟ يقول أنا آيست من هذه الحياة السياسية كلها. يصبح الشباب غير راغب في الانتخاب، وهؤلاء الذين يسمون في الجزائر بالجبهة الصامتة، وهي الجبهة الغالبة، ربما هي الحزب الأكبر. انظر ما الذي حدث في الانتخابات التشريعية الماضية، حوالي 12 مليونا من الجزائريين قطعوا هذه الانتخابات. طبعا. ومع ذلك السلطة تمادت في غيها وذهبت وبرمجت انتخابات أخرى. الآن سؤالي فقط، ماذا ستفعل هذه الجبهة؟ ستبقى مع مقاطعتها مثل ما قاطعت الانتخابات الأخرى، أم سيكون لها موقف آخر؟ لو أعتقد الكلام الذي قاله كريم طابو مهم، قال هذه المعركة الآن هي الدور الأول للانتخابات، فالانتخابات تحسم في داخل النظام ولا يحسبها الشعب في الصناديق. الآن كلام سعداني ممكن يكون فرصة حتى يقول تقول الأحزاب والجمعيات والمنظمات، نحن لا نريد لعبا في قبل الذي يريده أن يلعب في الانتخابات هو الشعب، هو الشعب الذي يقول هذا الحزب هذا مكانه في المؤسسات، يكون داخلها أو خارجها. نقول الشعب الجزائري يصوت على رئيس، هذا الرئيس هو تعبير عن ميزان الشارع، عن رأي الصندوق الحقيقي، ليس الصندوق الذي يصنع سابقا تحضر فيه كل الوجهات. يعني يقع الحسم ما بين النخبة الحاكمة ثم بعد ذلك يأتون به إلى الشعب، والشعب مثل الرعية يأتي ليزكي. لا، يجب الجزائر أن تنتقل إلى مرحلة جديدة، الشرعية عند الانتخاب، شرعية انتخابية، والأجهزة الأمنية لا تتدخل لا في الانتخابات ولا في الإعلام. هي تعنى بمنع الاختراق من الدول والمؤسسات والتنظيمات الإرهابية للجزائر، من الأمن القومي، وأيضا لحماية الجزائر من الأخطار التي تتهددها من القوى الدولية والتنظيمات الإرهابية. غير هذا، يجب على هذه الأنظمة، هذه الأجهزة الأمنية أن تخرج من الصراع السياسي في الجزائر. يجب على الشعب الجزائري أن يأخذ مصيره بيده. أعتقد هذه فرصة حتى تعبر النخبة السياسية الجزائرية عنها، طبعا في دور الاندراج في الصراع ما بين سعداني وتوفيق. وستبقى هذه الأمور مثل ما هي سائرة الآن إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. أستاذ طيب، مشاهدنا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنفتح ملفات الدول المغاربية، ولكن بعد فاصل قصير. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الأفاضل، والآن نذهب إلى تونس، حيث احتفظت هلت اليوم بدستورها الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 27 يناير كانون الثاني الماضي. وحضر هذه المناسبة عدد من رؤساء الدول ومسؤولين رفيعي المستوى من بلدان عربية وأفريقية وأوروبية، كالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، ورئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز، ورئيس لبنان أيضا ميشيل سليمان، ورئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال،
وممثل ملك المغرب محمد السادس الأمير مولاي رشيد، إضافة لقادة آخرين ورؤساء وزراء من أوروبا ومن آسيا أيضا. هؤلاء كلهم أتوا ليشاركوا التونسيين أفراحهم بهذه المناسبة اللي هي تعني الكثير عند التونسيين، مناسبة المصادقة على أبرز وثيقة وهي وثيقة الدستور. أعود إليك الأستاذ طيب غلوفي، كيف ترى هذه المناسبة عند التونسيين اليوم وهم يحتفلون بخروج هذه الوثيقة التي انتظرها التونسيون على أحر من الجمر، وثيقة الدستور؟ هو الحقيقة بعد صراعات طويلة واستقطاب ما بين اليساريين والعلمانيين بصفة عامة والكتلة الأخرى الإسلامية، في الأخير توافقوا، يعني تتقوى أخرى كتلة وتضعف أخرى، توافقوا على الصياغات في الدستور تجمع نوع من التوليفة كما تستطيع أن تقول ما بين الفكر ذي الخلفية الإسلامية والتيارات العلمانية في متعلق بالمرأة. مثلا العلمانيين قالوا نريد التنصيص على المساواة، الإسلاميين قالوا نريد أن نقول التكامل، قالوا لا، المرأة لا تكمل الرجل، المرأة مساوية للرجل، هكذا. قالوا نريد التنصيص على عدم التكفير، الإسلاميين قالوا نريد التنصيص يعني على هو توافقي. والتونسيين عندهم صحن في الأكل يسمونه الصحن التونسي، وهو مجموعة من الخليط من البيض والبطاطس فقالوا هذا الدستور التونسي مثل الصحن التونسي، فهو فيه خليط من كل شيء. ولكن في الأخير جيد التوافق أن يتوافقوا، لأنه الذي نراه أخي عثمان في مصر ثم تصادم بالدم، تصادم بالرصاص، صحيح. في مصر، في ليبيا، في سوريا. فلما يأتي مجموعة من التونسيين على اختلافهم، على صراعاتهم الكثيرة والطويلة، يتوافقون على صياغة الدستور، هذا يعتبر جيد. وهذا يعتبر كما قال أحد الدكتور ريسوني، قال أخيرا الربيع العربي بدأ يزهر. بدأ يزهر من تونس. طيب ماذا تعني هذه الدلالة الدولية للمشاركة في الحفل في تونس؟ هناك الكثير من الرؤساء أتوا إلى تونس، ماذا يعني هذا؟ هو الحقيقة يعني شيئين. أولا أنه ثم أمل في أن العرب لا يتصارعون، يمكن أن يتوافقوا، هذا مهم جدا. لأنه الرئيس اللبناني جاء وتحدث عن محاكمة الحريري في البرلمان التونسي، ومثلا سأل الرئيس اللبناني يأتي على خلفية تصادم كبير طائفي في لبنان، حزب الله ثم أيضا تنظيمات الجهادية حريري وغيره. أيضا أنت تعرف الذي يجري في العراق، في مصر، في لبنان، في ليبيا، هذا أمر حقيقة كبير، ومحتاج العرب، محتاجين إلى صيغة، إلى نقطة ضوء في هذا الظلام ربما وجدوا في تونس. أرجو أن يكون تفاؤلهم صادقا، ربما وجدوا في تونس نوع من الأمل في هذه الخريطة المملوءة بالدم. طيب هل فعلا بإمكاننا أن نقول أن التونسيين تجاوزوا خلافاتهم؟ لا، خاصة الأزمة السياسية تجاوزوها يعني؟ لا لا لا، التونسيون لا، الخلافات طبعا هذه قائمة، وهذه تعرف هدوء العاصفة. لا، ليس هدوء العاصفة، الخلافات هذه جزء من السياسة التونسية الآن لسبب بسيط. السياسة التونسية الآن فيها صراع بين الكتلة الإسلامية ممثلة في النهضة، صراع بين النظام القديم إن صح التعبير ممثل في نيدا تونس، صراع أيضا بين بعض التيارات الثورية واليسارية. هذه الكتل لا صحيح توافقت على الدستور، هذا جيد، ولكن صراعها السياسي لا ينتهي. أولا صراع أخي عثمان ما زال ينتظر الانتخابات الرئاسية، بعدها ستكون الانتخابات البرلمانية. طبعا هذا سيكون محل الصراع والتحالفات في تونس كبير. العملية الديمقراطية دائما تنقل الصراع من الشارع إلى المؤسسات. في تونس هذا الصراع الذي عرفه المجلس التأسيسي سيشهد الآن صراع انتخابي كبير. السبسي قال أنا سأترشح للانتخابات الرئاسية، يقول أنا أكثر شعبية، جماعة النهضة أعطوا إشارات أنهم ربما لن يترشحوا، المرزوقي قال أنا سأترشح. المعركة القادمة ستكون حملة رئاسية في تونس وهي بلا حدود، وأرجو أن تكون في ظل التوافق والسلمية. طيب ماذا عن هذه الحكومة التي يراد بها نقل تونس إلى مرحلة مقبلة، تنظيم انتخابات حرة شفافة نازية، هل تراها قادرة فعلا على تنظيم هذه الانتخابات؟ هذا سؤال مهم، هل هذه الحكومة قادرة على تنظيم الانتخابات؟ طبعا هي جاءت تقول ستنظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية حسب الدستور الجديد، وتقول أنها ستصلح من الاقتصاد. يبدو أن الأوروبيين رحبوا بها كثيرا، ربما حتى أكثر من التونسيين رحبوا بها كثيرا. ميشيل أوباما
باراك أوباما اتصل بمهدي جمعة رئيس الحكومة ودعاه لزيارة واشنطن. الآن الاتحاد الأوروبي عبر عن يعني رضاه عن هذه الحكومة. صندوق النقد الدولي أفرج عن قروض ب 500 مليون دولار جيد. إلى تونس. هؤلاء المنتظم الدولي وتقريبا رحب بالحكومة ربما أكثر حتى من التونسيين. بعض التونسيين يقولون هذا المنتظم الدولي الذي رحب بهذه الحكومة ودفع في اتجاهها، هل هذا يهدد استقلالنا؟ هل نحن الآن كنا منتخبين حكومة مستندة إلى شرعية انتخابية، الآن بضغوطات دولية وعربية وغربية يقع إقصاء الحكومة القائمة وإتيان بحكومة مرضي عنها، هل هذا دليل على أنه فعلا العملية الديمقراطية في تونس ناجحة؟ هذا سؤال عثمان يطرحه السياسيون في تونس، يقولون نحن الآن أمام حكومة مرضي عنها في الخارج، هل هي فعلا مرضي عنها في الداخل؟ هل هي تعبير عن شرعية شعبية في الداخل؟ هذا هو السؤال. طيب سنستمع الآن مشاهدينا الأفاضل إلى وجهة نظر أخرى مع الأستاذ سليم بوخذير الناشط السياسي والكاتب. أستاذ سليم، كيف ترى هذه الدلالات أو ما هي أبرز الدلالات التي يمكن استنباطها من هذه المشاركة الدولية؟ رأينا اليوم الكثير من الرؤساء، الكثير من رؤساء الوزراء، وفود دولية حلت بتونس للمشاركة في الاحتفاء بوثيقة الدستور. كيف ترى هذه الدلالة، دلالة وجود أجنبي مكثف في تونس بهذه المناسبة؟ يعني الحدث قبل ذلك، هو الحدث الأهم هو توافق الطبقة السياسية الديمقراطية في تونس على دستور به مضامين تقدمية ومضامين ديمقراطية. أعتقد أن هذا انتصار للديمقراطية في تونس، وأعتقد أن من الواجب أن أحيي بهذه المناسبة حركة 18 أكتوبر، الحركة التي تكونت وكنا جزءا منها، نحن التقدميون كنا جزءا منها في سنوات الجمر، والتي تأسست على إثر إضراب 8 من فرسان تونس عن الطعام بمناسبة القمة العالمية لمجتمع المعلومات من 18 أكتوبر إلى 18 نوفمبر 2005 في ذروة القمة وفي ذروة الحصار البوليسي. تم هذا الإضراب، ثم توج بحركة توصلت إلى مدونات وإلى ورقات وإلى اتفاقات بين الإسلاميين وبين التقدمين، وكان هذا هو الإنجاز الحقيقي وقتها. أعتقد أن بعد أكثر من 3 سنوات من الثورة التونسية، من سقوط الدكتاتور بن علي، حين يتوافق من جديد أهل النخبة السياسية على الدستور، فهذا هو الحدث الحقيقي. هذا الحدث طبيعي أن يكون الحلم التونسي، حلم الديمقراطية في تونس، ليس عيبا أن يكون فيه شركاء من الشمال أو من الجنوب أو من الشرق أو من الغرب. نحن منفتحون على أشقائنا ومنفتحون على أصدقائنا، ونحن لما كنا في سنوات الجمر في مقاومة الدكتاتورية كان لنا سند دولي. لا يمكن أن تكون تونس جزيرة أو الخبيل، تونس هي جزء من المحيط المتوسطي، تونس جزء من المحيط الإفريقي، وتونس أساسا هي جزء من المحيط العربي ومن المحيط الإسلامي والمحيط الكوني. وأنا أعتقد أن هذا العرس الجميل هو أمر يحمد ويجب تحيته ويجب الإثناء عليه، أن توصلت الطبقة التونسية السياسية والمدنية برعاية من عدد المنظمات الحقوقية توافقات حقيقية سترسم معالم العيش الكريم للتونسيين في الجانب الحقوقي وفي جانب الحريات وفي غيرها. طيب أستاذ سليم، كثير من الحقوق. نعم. طيب أستاذ سليم، ماذا عن المرحلة المقبلة؟ هل بإمكاننا أن نقول أن التونسيين أخذوا العبرة والعظة مما حدث من أزمة سياسية، وهم الآن سائرون نحو مرحلة مقبلة، تنظيم انتخابات شفافة حرة نزيهة؟ هل بإمكانهم أن نقول عنهم بأنهم خلاص تجاوزوا خلافاتهم؟ هذا ما أردت قوله، أردت قول أن الديمقراطية في تونس قطع جزءا من الطريق بإسقاط الدكتاتور، قطع جزءا من الطريق حين ذهبت إلى إنجاز هذا الدستور الذي كان محل توافق بين أطياف إيديولوجية لا يمكن أن تتوافق في الأصل، ولكن هذا الطريق لم يقطع كاملا، ما زال لنا طريق آخر، ما زال يجب إعداد الهيئات الدستورية والهيئات الوطنية الخاصة بإتمام مؤسسات الديمقراطية وعلى رأسها هيئة المستقلة للانتخابات وقوانين الانتخابات وغيرها. ما زال أمامنا مشاوير أخرى. أنا أحيي الأطياف الدولية التي وافقت على رفض الديون الفاحشة، رفض الديون التي وقعها النظام السابق في علاقة بالتنمية، ثم سفها عن وعوده فحول هذه الأموال إلى الفساد وإلى العائلة المالكة فيما مضى، فيما يسمى بالجملوكية في زمن بن علي. لكن أعتقد أن ما زال أمامنا مشوار آخر، وهو كشف من قتل
ومن تورط ومن ضلع ومن خطط لاغتيال شهدائنا سواء قبل 14 أو بعدها، لأن نحن ليس لنا فقط شهداء قبل 14 جانفي وإنما لنا شهداء كثيرين بعد الثورة. ونعتقد أن هناك أيدي أرادت العبث بالمشهد الديمقراطي في تونس فقتلت وخططت وذبحت ومارست الإرهاب، وهو إرهاب يجب أن يقع فك شفراته حتى لا يتكرر. ثانيا يجب الذهاب في مشوار المحاسبة في استعادة الأملاك المنهوبة التي في الداخل قبل أن تكون في الخارج. ونحن نرى أن بقايا بن علي من الفاسدين في القضاء، في الإعلام، في الإدارة، في عالم المال والأعمال، في المؤسسات، في غيرها، الآن حولوا هذا المال الفاسد إلى مال سياسي فأسسوا من خلاله أحزاب، وحولوا هذا المال الفاسد إلى صنع مؤسسات إعلامية تحاول شيطنة الثورة والثوار وشيطنة الحلم الديمقراطي في تونس. أعتقد أنه يجب الاستفادة من الأخطاء التي ارتكبتها حكومة حمادي الجبالي والأخطاء التي ارتكبتها حكومة علي العريض، وأنا أدعو هذه الحكومة التوافقية، الحكومة المؤقتة التي لها سقف زمني قصير لا يسمح لها بتحقيق الإنجازات لكن يسمح لها بالشروع في تحقيق الإنجازات. يعني ليس يعني أننا توافقنا مبدئيا على هذه الحكومة أن تكون هذه الحكومة تمنح سكن على بياض، بل من واجبها هذه الحكومة الآن فيما تبقى من الأشهر القليلة أن تشرع في الإجراءات العاجلة، وعلى رأس الإجراءات العاجلة قبل الانتخابات هذا أن يقع إجبار كل الأحزاب المرخص لها وكل الأطياف الانتخابية أن تعلن موارد تمويلها. إذا عرفنا موارد التمويل سنعرف الكثير من الحقائق. إذا وقع تطهير الساحة السياسية في تونس من الفاسدين، من الذين عالق بهم تهم ما زالت في الطور العدلي وفي الطور القضائي وتأخرت، إذا نجحنا في صنع توافق بين هذه القطاعات الحساسة في علاقة بالانتخابات وأساسا القطاع الإعلامي، إذا توصلنا إلى مدونة سلوك تخص القطاع، وأنا أعتبر أن خطوة تأسيس الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري الهيكا يعني خطوة إيجابية، لكن يجب تفعيل هذا الدور الأساسي المناط بعهدة هذه الهيئة لعدم الوقوع في انحرافات الدعاية بدل الإعلام. لأن وهو كذلك أستاذ سليم بوخدير الناشط السياسي، جزيل الشكر لك، كنت معنا من تونس مجد الأفاضل. نذهب الآن إلى ليبيا حيث صوت المؤتمر الوطني، والمؤتمر الوطني هو يحمل اسم البرلمان طبعا في ليبيا الاثنين، على خارطة طريق جديدة من خلال تعديل الإعلان الدستوري والاتفاق على تغيير الحكومة ورئيسها علي زيدان خلال أسبوعين من الآن، وذلك بعد أخذ ورد وسجال بين القوى السياسية المتنافسة وفي مقدمتها تحالف القوى الوطنية وحزب العدالة والبناء وغيرهما. لتسليط الضوء على هذه المسألة تنضم إليها الأستاذة فاطمة غندور الكاتبة والصحفية المعروفة. أستاذة فاطمة، ما هي أبرز معالم خارطة الطريق في ليبيا الأيام هذه؟ يبدو لي احنا اليوم نشهد خروج الناس في الشوارع في اكثر من مدينه ليبيه، وكان احد اعضاء الاخوان المسلمين بالامس في مقابله متلفزه صرح ان يوم الاحد سيكون يوم لخروج من يؤمنون بالتمزيق. المشهد الان يشهد صوت الشارع وضغط الشارع تجاه المبادرة المقدمة الأخيرة، أيضا تجاه بعض المواقف والأحداث التي حصلت واللي منها تعرض رئيس اللجنة التسييرية لتحالف محاولة اغتيال، ومنها تقديم استقالات متلاحقة من السيدة فريحة ومن السيد إبراهيم الغرياني، واليوم وقبل حوالي ساعة جمعة السائح. الآن لا أدري ما إذا كانت هذه الضغوط أو هذه ما يحصل الآن من الشارع الليبي سيؤثر في خارطة الطريق التي اعتمدت من قبل المؤتمر الوطني العام، لأن رأي الشارع في تصوري سيحدث أثرا فيما يمكن أن يسير إليه المؤتمر. أتخيل أن المؤتمر إذا ما فكر في الاجتماع يوم الأحد، وأحدى عضواته صرحت قبل قليل أنها تطالب بأن تعلق جلسات المؤتمر، يعني لا يعقد مؤتمر الوطني العام حفاظا على مأواشه وعلى كرامته وعلى هذا الأداء الذي لم في صالح أي خطوة من أولويات ليبيا. نعم سيدة فاطمة، لكن الشغل الشاغل الآن في ليبيا كما كانت عليه الجارة تونس في السابق هي وثيقة الدستور، أليس كذلك؟
نعم، وهي الوثيقة التي تم إهمالها وتم إضاعة بأمور أخرى. وثيقة الدستور كانت ممكن أن تكون الشغل الشاغل من الشهرين الأولين لهذا المؤتمر. لذلك ترى خروج الشارع واحتجازهم على تلك التصرفات اللي أبداها المؤتمر بتغييب أهم مسألة هو مكلف به. أستاذة فاطمة؟ نعم. طيب، ماذا عن الاحتجاجات هذه الأيام؟ نسمعنا بعض الاحتجاجات عن تمديد لها المؤتمر الوطني، هناك من يريد التمديد له، هناك من يقول كفى. نعم، ومن حق الشارع أن يخرج وأن يعبر بآرائه ما دام التعبير بطريقة سلمية، خاصة أن التجربة السياسية في ليبيا هي جديدة، والناس وتعبيرها عن آرائها. أنا أعتبر أن شعبي من حقه أن يخرج، ومن حق تنظيمات المدنية أن تقول رأيها وأن تضغط باتجاه ما يريده الشعب، من حق النخب والفاعلين الذين جزء منهم الإعلام والصحافة والقانونيين والسياسيين. هذا وقت يتعلم فيه الليبيون الديمقراطية ما دامت تسير بنهج سلمي لا يستخدم فيه السلاح ولا يهدد فيه طرف آخر. علينا أن نخوض هذا المخاض. نعم، وهو كذلك أستاذة فاطمة غندور الكاتبة الصحفية المعروفة في ليبيا، جزيل الشكر لك، كنت معنا من طرابلس. أعود لك أستاذ طيب، كيف ترى ليبيا اليوم؟ هل هذه المرحلة يمكن أن نقول عنها بأنها مرحلة صعبة ومليئة بالأشواك والعراقيل والعقابيل مثل ما يقول الكثيرون؟ هو الحقيقة صحيح المرحلة، خاصة موضوع الأمني في ليبيا كان موضوع مشكل كبير. المشكل الأمني في ليبيا توسع حتى أنه رأينا ليبيا دولة نفطية كبرى، عضو في الأوبيك، ليبيا أصبحت غير قادرة على تصدير النفط لأنه مجموعات مسلحة سيطرت على الأبار. صحيح. هذا دليل أنه المشكل الأمني في ليبيا تفاقم. الحكومة الليبية صراحة إنجازاتها في المسألة الأمنية قليلة وضعيفة ومتراجعة. الليبيون أصبحوا يتساءلون فعلا ما الذي يجري في ليبيا. رأينا مواجهات في سبها عاصمة الجنوب الليبي، رجال من النظام القديم دخلوا من النيجر وتقريبا في فترة من الفترات سيطروا على سبها. هذا أصبح الناس يتساءلون هل الثورة الليبية قادرة على الاستمرار؟ المؤتمر الوطني الآن ماذا يفعل؟ كتلة الإخوان يعني حقيقة للتاريخ حاولت أن توقف هذا التردي صح التعبير، وقالت وطالبت وعملت مفاوضات مع كتلة جبريل من أجل تغيير علي زيدان، لم يتفقوا على رئيس حكومة جديد، سحبوا وزراءهم. الآن بعد وصول انتهاء مدة المؤتمر الوطني اتفقوا على التمديد وعلى التعديل الدستوري من أجل انتخاب. ماذا عن شخصية علي زيدان؟ هل اتفقوا على شخصية أخرى أم أنه لم يجدوا أصلا؟ هم خلاص الآن اتفقوا يبدو على المدة الزمنية لخروجه من الحكم. أيوة. مدة أسبوعين. الآن المفاوضات شديدة من أجل من يخلف هذا الرجل، وطبعا سيكون إحدى مهام الرئيس الحكومة المقبل معالجة الموضوع الأمني، الإسراع في إنجاز الدستور للبلاد والدخول في الانتخابات لوضع دائم، وأيضا طبعا خاصة يقولون عنه أستاذ طيب أنه نجح خارجيا وأخفق داخليا. في الخارج اكتسب أصواتا إلى سجله، ولكن بالنسبة للداخل هنالك عراقيل كثيرة جدا، وأهمها الملف الأمني. هو الحقيقة ثم في تاريخ سيد علي زيدان ثم مشكلة أساسية، أنه لم يجعل الموضوع الأمني أولوية في حكومه إلا لما تفاقم. يعني تفاقم، أولا ذهب المسلحون وسيطروا على الأبار مما يجعل الدولة الليبية في وضعية كارثية، هذا أولا. ثم ثانيا لأنه لم يستطع أن ينجز مؤسسة، لم يستطيع أن ينجز ما يسمى تكوين جيش ليبي قوي يكون فوق المسلحين. هل تعرف أنه أخي عثمان، هل تعرف أنه لما سيطر المقاتلون على سبها من الذي حسم المعركة؟ تقريبا مجموعات الثوار في الزنتان، ثم مجموعات في من العاصمة طرابلس، مجموعات في مدن أخرى من المحسوبين على الثوار، يعني مجموعات غير مرتبة عمليا، هي يعني لا تشكل جسم واحد عسكري يتصرف بطريقة هرمية، لا، هي مجموعات من الثوار تأتي من الزنتان، تأتي من الغرب، تأتي من الشمال الليبي، ثم تذهب إلى الجنوب لتحسم المعركة. ولذلك على الليبيين أن يفهموا إذا استمرت ليبيا تعتمد فقط على مجموعات مسلحة، هذا الطريق لتقسيم ليبيا.
يجب على ليبيا، يجب على رئيس الحكومة السابق أن ينجح فيما فشل فيه زيدان، تكوين جيش ليبي قوي قادر على التصدي لأي المسلحين سواء كانوا من الثورة أو من الثورة المضادة، ثم أيضا توحيد ليبيا أمنيا، يعني جعل القبائل التنظيمات المسلحة يأخذ منها السلاح، يجعلها في المستوى الحد الأدنى من التسلح حتى تبقى ليبيا دولة موحدة. وإلا إذا سمعنا الآن برقة تريد أن تستقل، ممكن بعدين ناخذ زنتان، ممكن مناطق الجنوب، وقتها ليبيا تصبح مهددة في وحدتها. أعتقد أنه التغافل السيد علي زيدان كان كما قلت عثمان، هذا هو السلبية الأولى، السلبية الأولى لهذه الحكومة. يجب الآن على ليبيا أن تبدأ في شيئين: حسم الموضوع الأمني سريعا. هو لا يريد أن يحمل هذه المسؤولية، يقول الذين أطاحوا بعمر القذافي كان عليهم في أول وهلة، في أول فرصة، أن يقوموا بتقعيد هذه القواعد وتجسيدها في الساحة الليبية، لكن للأسف تغافلوا عنها وقالوا سنقوم بذلك لكن مستقبلا لاحقا، وهذا ما تورثه زيدان الآن. نعم هو صحيح، وبالتالي لا يمكن تحميله هذه المسؤولية. طبعا هو زيدان لا يمكن تحويله، هذا أول. ولكن هو كان برنامج حكومتي، يعني كان برنامج الحكومة أنه يقع بناء الجيش الوطني ويستكمل بناءه. زيدان فشل في هذا الأمر. طب تقول لي هل الوضع الأمني الليبي يعني كان غير ممكن النجاح فيه؟ أعتقد أنه لو زيدان بالتحالفات وبالمؤتمر الوطني وبالنظر يعني تنظيم المسألة العسكرية، بحث في مؤتمر مثل حوار وطني من أجل إنشاء الجيش الوطني الليبي الحامي والموحد لليبيا، أعتقد أنه زيدان فشل في هذا، وهو اليوم يوم يدفع ثمن هذا الفشل الأمني. طيب، جزيل الشكر لك أستاذ طيب الغيلوفي المختص في الشؤون المغاربية. الشكر موصول سيدنا الأفاضل لضيوفنا من تونس الأستاذ سليم بوخذير، ومن الجزائر كريم طابو الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، دون ما أن ننسى فاطمة غندور الكاتبة الصحفية كانت معنا من طرابلس العاصمة الليبية. لكم أنتم أيضا مشاهدينا الأفاضل الشكر الجزيل لحسن المتابعة والمشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.